إلى صحيفة الجريدة ومنها نقرأ: طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية. عبرت طائرة إسرائيلية لأول مرة الأجواء السودانية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت أمس الأحد، قالت الصحيفة أمس الأحد إن طائرة نفاذة إسرائيلية أقلعت بداية الأسبوع الماضي من إسرائيل متوجهة إلى مطار كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو، وعادت نهاية الأسبوع إلى مطار بن غورين. ما هو تعليقك على هذه الخطوة أستاذ أشرف؟ هو طبعا الرئيس المجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قال إنه ليس هنالك شيء إلا مقابله شيء، فقال لابد أن نسير في عملية التطبيع، ومن ضمن ما اتفقنا عليه هي المسألة أن يتاح المجال الجوي بالنسبة للطائرات الإسرائيلية عدا شركة العال وهي شركة الطيران الإسرائيلية. نعم، إذن هذه واحدة من الخطوات، ويبدو أن الأمور تسير بالرغم من الاعتراضات الكبيرة من بعض المنظومات السياسية. يعني الآن السودان أصبح سياسيا على علاقة وطيدة بالحكومة الإسرائيلية؟ إذا كانت التغريدة بالأمس لنتنياهو بأن الأمور تسير على قدم وساق وأن الخطوات ينبغي أن تمضي في اتجاه تبادل السفراء، فهذا يعني أن الأمور تسير بوتيرة متسارعة نحو طيب التطبيع. أثار هذا القرار؟ أثار هذا القرار واضح أن الاعتراضات التي قامت بها قوى الحرية والتغيير والبيانات التي خرجت منها وكذلك من مجلس الوزراء هي حتى الآن لم تقف حقيقيا أمام إنفاس عملية التطبيع. هل سيجني السودان مكاسب من هذا التطبيع أم أنه شيك على بياض كما وصف أيضا في واحد من أعمال حتى الآن؟ يعني حتى الآن ما في محصلات، لأن العملية بالضبط لم تبدأ بشكل حقيقي. إذا بدأت العملية وانتهت مسألة التطبيع بعد ذلك يمكن التغييم، ولكن التغييم طبعا هو متروك للحكومة السودانية في هل تستطيع أن تستفيد من هذه الخطوة أم لا، لأن هنالك حكومات استفادت وأخرى خسرت. هل متوقع أن الحكومة السودانية أنها تستفيد من هذه الخطوة؟ الافتراض في هذه المسألة هو صعب جدا، هو يعتمد بشكل أساسي على الاتفاق والتنسيق المحكم بين الحكومة السودانية وأطرافها في مسألة إنفاذ هذه العملية. إذا كان مجلس الوزراء لا زال يرفض، فهذا يعني أنه لن يقوم بإنفاذ عملية التطبيع. أما إذا كان المجلس السيادي لوحده يريد أن ينفذ عملية التطبيع، فهذا يعني أنه سيدخل في خلاف واسع مع مجلس الوزراء وستحدث أزمة.